يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من يستدل بحديث الشفاعة والذي فيه ويخرج أو يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط؟ يستدلون به، نعم، لكنه من أهل التوحيد ومات لم يتمكن من العمل، قال لا إله إلا الله وقتل أو مات قبل أن يتمكن من العمل، فهذا من أهل التوحيد وهو معذور بترك العمل لأنه لم يتمكن منه. أما من مكن عمر 100 سنة ولا يصلي ولا يصوم وبس يقول لا إله إلا الله، تقول هذا من أهل الجنة وهذا تدركه الشفاعة؟ من يقول هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحكم، وأنا كما قلت لكم يا إخوان ما يؤخذ بحديث واحد وتترك بقية الأحاديث، يجمع بين الأحاديث ويقيد بعضها ببعض، يقيد بعضها ببعض ويرجع بعض، هذا من رد المتشابه إلى المحكم. أما الأخذ بحديث واحد متشابه ويترك الأحاديث المحكمة فهذا طريقة أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إلى أن قالوا الراسخون في العلم يقولون آمنا بكل المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، وراك تأخذ طرف وتخلي الطرف الثاني إلا أنك تبي هواك فقط، وهذه طريقة أهل الزيغ والعياذ بالله. الأحاديث يرد بعضها إلى بعض ويقيد بعضها ببعض وقد ينسخ بعضها ببعض، لا بد من هذا، وهذه طريقة أهل العلم الراسخين في العلم. أما المتعالمين فما يعرفون هالأمور دي، لكن الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، لكن المتعالم هذا ما يدري، مسكين. كذلك اللي عنده هوى هذا يتبع ما يوافق هواه فقط ويرد ما يخالف هواه. نعم.